هل يا ترى في دواء إذا أخذناه ممكن نصير عباقرة وأذكياء؟ السلام عليكم، اليوم بدنا نحكي عن دواء اسمه المودافينيل. هذا الدواء بيعمل على زيادة نشاط مناطق محددة من الدماغ، ولأنه بينبه هاي المناطق من الدماغ لهيك رح يساهم هو بزيادة اليقظة، فالشخص دائما رح يكون مصحصح ورح يكون عنده قوة ونشاط، وكمان هو بيساهم بزيادة التركيز، فالشخص اللي عنده مثلا مهام كتير أو عنده شغل كتير ممكن يساعده كتير بزيادة التركيز لأداء هاي المهام، وكمان هذا الدواء بيساهم بزيادة الانتباه وزيادة الذكاء. ملاحظ عن هذا الدواء، هذا الدواء ما بيسبب إحساس بالنشوة أو السعادة، لكن إذا استخدم بشكل متكرر أو بشكل خطأ ممكن يسبب لنا إدمان. Oh my God! Wow! عملوا دراسات على هذا الدواء على مجموعة من الناس، وقسموا الناس لقسمين، ناس أو قسم عطوه هذا الدواء والقسم الثاني ما عطوه أي دواء، وعطوا القسمين واجبات أو مهام معقدة، فلاحظوا أن الأشخاص اللي استخدموا هذا الدواء أداؤهم أو سرعة أداؤهم أو إنجازهم لهي المهام كان كثير سريع، وكان أداؤهم كثير جيد. طيب شو هي الأمراض اللي بتتطلب استخدام هذا الدواء؟ أولا عندنا الأشخاص اللي عندهم مستوى ذكاء جدا منخفض، طبعا هن مو الأشخاص العاديين، وإنما أشخاص بيكونوا بيعانوا من مشاكل عصبية ومشاكل نفسية، وبيكون عندهم مستوى مثل ما حكينا ذكاء منخفض، لهيك ممكن يستخدموا هذا الدواء لأنه رح يحسن ذكائهم. وثانيا عندنا مرض اسمه توقف التنفس أثناء النوم، بهذا المرض بصير عندنا انسداد، أو المريض بيعاني من انسداد بمجرى الهواء أو بالحلق، فلهيك أثناء النوم رح يتسكر مجرى الهواء أو رح يتسكر الحلق، فرح يضطر المريض ليفيق، وحتى بيتكرر هو كل ساعة أكثر من مرة، يعني ممكن المريض يفيق خلال ساعة أكثر من مرة، وبسبب هاي الفئة المتكررة المريض تاني يوم رح يكون عنده نعاس بشكل دائم ورح يكون تعبان، فلهيك ممكن يستخدم هذا الدواء لحتى يزيد انتباهه ويزيد تركيزه ويصحصح بشكل أفضل. وثالثا عندنا الأشخاص اللي بيشتغلوا بنظام ورديات، يعني مرة صباحي مرة مسائي، وهي الورديات بتختلف، بسبب هذا النظام أو نظام الورديات رح يصير عند هدول الأشخاص اضطرابات بالنوم، وهذا الشيء رح يسبب لهم تعب دائم ونعاس بشكل دائم، كمان هدول الأشخاص ممكن يستخدموا هذا الدواء. وحتى بعض الطلاب بيلجأوا لاستخدام هذا الدواء قبل الفحص، لأنه هذا الدواء بيساعد على زيادة التركيز مثل ما حكينا، وبيقلل التعب وبيقلل حتى النعاس، وممكن يساعدهم بالحفظ بشكل أسرع. شو هي الآثار الجانبية اللي بيسببها دواء المودافينيل؟ صداع، غثيان، صعوبة بالدخول للنوم، دوار، وممكن كمان يسبب خسارة بالوزن، تقريبا كل شهر بيسبب خسارة 4 كيلو لأنه بيقلل الشهية. سعر هذا الدواء تقريبا 20 دولار، ببعض البلدان بينعطى من دون أي وصفة طبية، يعني بيتاخذ مباشرة من الصيدليات، لكن ببعض البلدان بيتطلب وصفة طبية من دكتور نفسي. مين هن الأشخاص اللي ممنوع يستخدموا دواء المودافينيل؟ الحمل، الرضاعة، كبار بالسن، الأطفال الصغار، ومرضى تليف الكبد وأمراض الكلية. وهلأ بدنا نحكي عن أهم النصائح حول استخدام دواء المودافينيل. النصيحة الأولى إنه في حال بدنا نستخدم هذا الدواء لازم نبلش بجرعة كتير خفيفة، 50 ملي جرام أو ماكسيموم 100 ملي جرام، لأنه في حال استخدمنا جرعة أعلى ممكن هذا الشيء يسبب أعراض جانبية أكثر. وتاني نصيحة إنه هذا الدواء لازم نستخدمه الصبح بكير، لأنه إذا استخدمناه مثلا العصر وبعد ممكن هذا الشيء يسبب إنه نحن رح يصير عندنا صعوبة بالدخول للنوم، ورح يسبب لنا أرق خلال الليل. وآخر نصيحة هي إن اليوم اللي بدنا ناخذ فيه هذا الدواء لازم الشخص يكون عنده شغل أو مثل ما حكينا مهام كثيرة لحتى ينجزها، أما إذا أخذها من دون ما يكون عنده أي شغل فرح يحس بملل كبير، وممكن حتى تزيد أعراضه الجانبية أكثر. وأخيرا لازم نتجنب تناول الكافيين أثناء أخذ هذا الدواء، مثل شرب القهوة أو أكل الشوكولاتة. قبل ما ننهي حابب أحكي إنه هذا الدواء لازم ما نستعمله لحالنا من دون استشارة الطبيب، لأنه مثل ما حكينا له آثار جانبية، طبعا حتى لو بنستخدمه كمان بشكل مؤقت كمان لازم نستشير الطبيب. هذا كان فيديو اليوم، إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.